ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فلا زالت الأفئدة تهوي إلى هذا المكان، كلما نظر إلى الكعبة ناظر، كلما ترك الكعبة شخص ما إلا ويريد العودة مرة أخرى إليها. خذوني خذوني إلى المسجد، خذوني إلى الحجر الأسود، خذوني إلى زمزم علها تبرد من جوفي الموقد، خذوني لأستار بيت الإله لأرفع بها في أكف يدي. دعوني أحط على بابه ثقال الذنوب وأستنقذي، فإن أحيا أحيا على طاعة، وإن يأتني الموت وإن يأتني الموت أستشهدي. بيت الله لا زالت الأفئدة تهوي إلى هذا المكان، كلما نظر إلى بيت الله ناظر إلا وتمنى أن يعود رغم المشقة بدعوة نبي الله إبراهيم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يا راحلين إلى منى، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جسم المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي. ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما شد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. تالله تالله ما أحلى المبيت على منى، في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحاياهم ضحوا ضحاياهم فسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. لبسوا لبسوا ثياب البيض شارات اللقا، وأنا الملوع قد لبست سوادي. يا ربي يا ربي أنت وصلتهم صلي بهم، يا ربي أنت وصلتهم صلي بهم، فبحقهم يا ربي فك قيادي. فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي. قولوا لهم قولوا لهم عبد الإله متيم ومفارق الأحباب والأولاد. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. يا راحلين إلى البيت الحرام، لقد سرتم مسيرا وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا ومن أقام.